بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics الدرس الثالث من هذا المقرر اللي عنوانه First and Second Law of Thermodynamics كنا في الحصص الحصتين الماضيتين سوينا ايش؟ تعلمنا تعريف الهيت انجن تعريف الريفرجريتر وتعريف الهيت بامب كنا قد تعرفنا على الافيسينسي حقه الهيت انجن والسي او او كيفيشن اوف بيرفورمانس of refrigerator and heat pump في هذه الحصة أو بداية هذه المحاضرة سوف نشوف maximum of efficiency and maximum of COP of heat pump and refrigerator ثم نمر إلى تعريف reversible and irreversible process فبداية بالنسبة الـ maximum performance فلو أخذنا TL اللي هي temperature of cold reservoir ولا low temperature

الهيت انجن كنا قد عرفناها واحد ناقص Q L ناقص كيو اتش هذا حاجة ايش حاجة الهيت انجن طيب الماكسيموم شباب كيف نسويه كل ما نلقى Q نغيرها بايش بتمبراتشر فتصبح تي ال تقسيم تي اتش. طيب هذا منين جبناها المعادلة هذه راح نشوفها إن شاء الله في السكند second law of thermodynamics، اللي دايمًا يعطيني معادلة بين الهيت والـtemperature. هنا فقط أود إنه نذكر المعادلة هذه كيف تكتب، عشان بعدين راح نستعملها إن شاء الله. بالنسبة لـ COP حقة الـrefrigerator، أيضًا شفناها إنها تساوي QL تقسيم QH ال QL. فـ COP max. ايش نسويو قلنا نعوض الكيو كيو Q بحرف Q, ايش Q, حرف التي T فنلاقي سي او بي اوف ريفريجريتر ماكس نفس الشيء هنا كيو اتش كيو اتش ماينس كيو ال فنحصل سي او بي ماكس اوف هيت بانك قلت ليش الكلام هذا لان راح نشوفه ان شاء الله بعدين بالنسبه للسكند لو اوف Thermodynamics اللي راح نشوفه فيه تعريف الانتروبي إنه في علاقة بين الـ Q and temperature دائماً وأبداً أقل من صفر. طيب، نمر للتعريف حاجة reversible and irreversible process. طيب، reversible process هو الـ process الذي هو قابل للإنعكاس، يعني مثلاً عندي ماء سائل حولناه إلى ice فيمكن للآيس أنه يرجع ماء سائل فهنا البروسيس هذا يعتبر ايش؟ يعتبر قابل للانعكاس. فاذا a reversible processor a system is defined as a process that once having taken place can be reversed. يعني يمكن ان يصبح انعكاسي. And in so doing there is no change in either the system or surroundings. يعني ما في تغير لا في system حقتنا لا في surroundings يعني المحيط الخارجي حقتنا. أيضاً In other words, the system and surroundings are returned to their original condition before the process took place. Therefore, the reversible process is an appropriate starting point on which the base engineering study and calculation. The reversible process can be approximated; it can never be matched by real process. الجملة الأخيرة هذه يعني إيش؟ يعني reversible process process. يمكن approximated يعني يمكن اعتباره موجود لكن في الريل بروسيس أو حقيقة ما هو موجود فإذا ليش شباب Reversible بروسيس أوجدناه؟ فمجرد إيجاد أو قول أن Reversible بروسيس موجود هذا ينبني عليه جميع معادلات اللي شفناها في Thermodynamics جميع المعادلات بدون استثناء ولكن لو كان عندي الـ process irreversible process وهو الـ process الحقيقي أو real process. An irreversible process is a process that cannot return but the system and surroundings to their original condition. يعني هو الإجراء الذي لا يسمح لا برجوع السيستم وأيضًا لا برجوع المحيط إلى سالف عهده. فمثلًا الصورة الموجودة هنا لو الخشب إحترق بالنار هل من الممكن إنه بعد الإحتراق يرجع الخشب إلى حالته الطبيعية بالطبع هذا مستحيل That is the system and the surroundings will not return to their original conditions if the process was reversed. For example, زي ما عندنا مثال ثاني أن automobile engine does not give back the fuel it took to drive up at hill. it goes back down to the hill. يعني هنا إيش؟ يعني نقدر نأخذ مثلاً إنه البنزين لو احترق والسيارة راحت هل من الممكن أن ترجع السيارة مكانها والبنزين يرجع إلى مكانه بعد الاحتراق بالطبع هذا مستحيل فالريفرسبل بروسيس دائما وأبدا يمكن تعويضه بكلمة ريل بروسيس ار شباب يعني هو الشيء الحقيقي او يمكن ايضا اعتباره دايركت بروسيس أو أيضا spontaneous process يعني إيش؟ يعني هو شيء اللي يتم بطبيعته So second law assess that process proceed in a certain direction and not in the reverse direction It also asserts that energy has quality as well as quantity There are two low classical statements of the second law known as the Kelvin-Planck statement and the Clausius statement فهنا راح نستعمل كلمة irreversible process و تم استعمالها في ايش في تو ستيتمنت للقانون الثاني للديناميكا الحراريه اللي هو القوله الاولى حقت كلفن اند بلانك ستيتمنت والقوله الثانيه حقت كلوزيوس سيستم فان شاء الله في الحصه القادمه راح نشوف القانون الثاني للديناميكا الحراريه حقت كلوزيوس اند كلفن بلانك ستيتمنت السلام عليكم ورحمه الله